ازيكم؟ معكم سارة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن اشتريت شويه حاجات كده للشقه علشان اجددها، فقلت اشارك معاكم مشتريات قبل ما افرشها علشان تعرفوا يعني انا جبت ايه وكده، نفرح مع بعض يعني. طيب، حد هيجي؟ انا مش عارفه اودي ايدي فين بجد، لان انا يعني قاعده مش مريحه خالص. بس ليه انا قاعده القعده دي؟ بقى تعالى نتكلم في الموضوع ده. حد يجي يقول لي انت ليه يا ساره مش ظاهره بوشك؟ تمام، انتوا شايفين تحت الشنطه مفيش سجاجيد، معنى كده ان انا كنت بنظف، معنى كده ان انا شكلي جميل. فانا لو ظهرت لكم بوشي بامانه انا حاسه ان المشترك هيلغي الاشتراك، فخلينا كده ايه يعني كفايه ايدي يعني. حتى بصوا يعني ده اثر التنظيف يعني، لازم يتعلم عليا العلامه دي. المهم بقى ايه، خلينا كده سوا مع بعض، وايه محدش يجي يقول لي انت ما وريتناش وشك ليه عشان تعرفتوا السبب. وانا قلت لكم منتهى الصراحه، مش هقعد بقى ايه اهجص واقول الكلام اللي هو ما يتقالش ده. ايه، تعالى بقى نشوف. اول حاجه انا اشتريتها من ايكيا، الحاجات دي انا شارياها مش مره واحده، الحاجات دي انا شارياها مثلا بقالي 5 6 شهور عماله اكون فيها. اه بجد انا ما بهزرش، عادي. لو حاجه عجبتني بجيبها، بعد كده معيش فلوس اشتري المره الجايه الشهر اللي بعديه، عادي يعني. الدنيا ايه يعني، كل حاجه احنا محتاجينها ونفسنا فيها بنجيبها، بس واحده واحده. تمام، تعالى بقى نبدا الفيديو بسرعه. حطيت ايدي من زمان هنا، ده انا كنت حاسه ان انا خلاص هتشال. لا اله الا الله. بصوا، دي اول حاجه، ده بلاستيك في بلاستيك، تمام. الخامه بتاعته كلها بلاستيك. ده انا جايباه ليه بقى؟ لان انا بعد ما بغسل المواعين بروح الحمام مخصوص عشان اغسل ايدي بالصابون بتاع الايد. فانا قلت طب انا كل شويه اروح المشوار ده، كل شويه اروح المشوار ده، طب على ايه؟ انا افضي شويه من صابون الايد اللي في الحمام في دي واحطها جنب الحوض بتاع المواعين بقى في المطبخ، بدل ما انا رايحه جايه رايحه جايه. فلو انت عندك المشكله دي هاتيها، هي كلها بلاستيك بلاستيك اهي. تمام، دي اول حاجه معايا. طبعا جبتها اللون ده عشان انا عندي، استنى القطر لما يخلص. A few moments later. ماشي، انا جبت اللون ده علشان انا نص المطبخ عندي نفس اللون، فانا انتوا عارفين انا فنانه، فبجيب الحاجه تطقم على بعضيها. طيب عشان بس ايه، ده بقى زي كوستر كده بتاع اكل بنحطه تحت الاطباق، ماشي، يعني عشان السخونيه وكده. طيب ده ريحته طبيعيه جدا، يعني انا بشم ريحته حاسه انا شم حاجه طبيعيه، هي بالفعل طبيعي. وريحته كده يعني انت لو اشتريتيه هتحسي ان ريحته يعني، بصي ريحته كأن حاجه طبيعيه قوي، فاهمين يعني؟ مش عارفه اوصلها لكم على ريحه ايه يعني، بس هي ريحه يعني طبيعيه، ماشي. انا جبت اتنين يعني، جبت اتنين بس، تمام، علشان ايه، مش ما بحبش الزحمه، فانا جبت اتنين عشان احطهم على السفره. بعد كده جبت القطاعه العسوله العمليه قوي دي، طبعا القطاعه دي مهمه جدا في كل بيت. طبعا انا لو ماما شافتها هتجري ورايا، مفيش ام بتقتنع بيها، هي مفيش، هي قد كف ايدي بالظبط، مفيش هي بمعنى اصح مفيش واحده عاقله هتقتنع بدي، تمام، عشان نبقى متفقين. بس يعني احنا بنحب نجيب يعني حاجه تافهه كده. انا بستخدمها في ايه؟ مش عارفه، انا اصلا جايباها مثلا عشان ديكور، ممكن مثلا مش هقطع عليها، ما ينفعش اقطع عليها عشان هخسرها يعني، هخاف عليها بصراحه. ممكن احط مثلا عليها اي حاجه كده كلها. بص انا جايباها للديكور اصلا، تمام، فمحدش يتكلم معايا في النقطه دي، محدش يتكلم، انسوها، تمام، انسوها. حصلت حادثة صغيرة كده بس الحمد لله، كان الموبايل ممكن يقع بس الحمد لله لحقته في اخر لحظة. ماشي، بعد كده بقى جبت الجوانتي ده سيليكون علشان اشيل بيه الحاجات السخنة. شايفين التيكيتات قد ايه؟ انا مش عايزة اقطع التيكيتات، حاسة ان انا كده هقل من قيمته والله. بص كام تيكت فيه يعني، بسم الله ما شاء الله. طيب ده بكام بقى يا سارة؟ ده في حدود 85 جنيه. يا نهار ابيض، ده غالي جدا، ده ماله اللي ب15 جنيه؟ ما احنا بنشتريه. عندك حق، انا هقول لك حاجة، انا جايبه اللي ب15 جنيه، عندي 2 جوه ماشي، وبستخدمهم وعاملين معايا الواجب يعني، بصراحة يعني قاعدين معايا كتير.
بس 10 ثواني واحس بسخونيه الحله، يعني 10 ثواني بالظبط واحس بقى ان الحله ايه، انا ماسكاها بالعافيه كده عايزه اعمل بيها اي حاجه. فانا قلت اجرب ده اشوف. هو في ناس كتير شكرت فيه قالت ان هو ما بيوصلش الحراره، بس عشان هو غالي انا جبت واحده بس وهسند الايد التانيه بحته اي فوطه، تمام؟ بس قلت لازم اجربه، ماشي؟ فانا بقول لكم بصراحه الفرق بين ايه وبين ايه، علشان ايه يعني الحاجه برضو بتبقى سعرها غالي شويه، بس يعني احنا لو فكرنا قوي مش هنجيبها، فاحنا بنجيبها من غير ما نفكر كده اللي هو ايه هاتيها وخلاص. تعالى بقى نخش في اللي بعده. دي تفتكروا دي ايه؟ تفتكروا دي ايه؟ حد يعرف دي ايه؟ حد يعرف دي ايه؟ طب ماشي، انا سألت السؤال مليون مرة، انا علقت، انا علقت بجد. ماشي، دي بقى بيسندوا عليها غطا الحلة او بيسندوا عليها المعلقة، ماشي؟ طبعا يعني هي المعلقة ممكن تتحط على على البوتاجاز او كده، بس انا عندي مشكلة بجد ان انا ساعات بسند المعالق، اغلبيه المعالق على البوتاجاز، فالنار بتمشي فيها، فانا عندي كل المعالق الخشب محروقه بمعنى الكلمه. فانا جبت دي علشان ايه؟ تشجعني ان انا احط المعلقه عليها بدل ما المعلقه تتحرق. السيليكون ساح والخشب اتحرق، السيليكون ساح والخشب اتحرق. طب على ايه يعني؟ على ايه؟ فانا جبت دي بصراحه شكلها حلو وستانلس، والقطعه اللي فوق دي اعتقد ان هي بتتفك علشان نغسلها لما تزيت من المعالق والصلصه بقى وايه والحاجات دي. انت عارفه احنا انا بطبخ كل يوم كتير قوي، يعني طبعا انا كذابه، انا ما بطبخش كتير اصلا، انا انسانه بحب النواشف، عايشه على النواشف، جلاش بقى وكده. فجبت دي برضو حلوه قوي، كانت برضو بحدود 80 جنيه، ماشي؟ لسه هجربها ولسه الحاجات دي كلها بقى انتوا هتشوفوها اصلا، وانا هي محطوطه بالفعل على الترابيزات وهي محطوطه في الديكورات، بس انا حبيت اشارككم واوريها لكم وهي لسه ما اتحطتش. تعالى بقى نشوف كده ولا لا. لا انا نسيت، اشتريت حاجه صغيره هوريها لكم، ثانيه واحده. 2000 years later. تاتا، اشتريت دي. دي بقى كنت ناسيها عشان شاريها بقالها 4 5 شهور كده بجد، يعني شاريها بقالي كتير قوي. فعشان تعرفوا بس ان انا ايه ما بشتريش الحاجه مره واحده. دي بقى هي اساسا في الاصل هي بتشيل مناديل، بس طبعا مش جايباها للمناديل، انا جايباها عشان هحط فيها ديكور. مثلا هحط، شوف بقى انا هعمل فيها ايه، لسه هنشوف في الاخر. بس كده انا وريتكم كل المشتريات بتاعتي، نحطها بقى جنب بعض كده. كل المشتريات دي انا اشتريتها الحمد لله، حاجات كتيره كان نفسي فيها اشتريتها، يعني ما فيهاش حاجه لما نبسط نفسنا وهنفلس شويه، بس ايه يعني هتبسط، فاهمين؟ يعني انا هبقى مفلسه اول ما اشوف الحاجه، يعني هفرح اعتقد كده، صح؟ مين زي إيه؟ المهم بقى ان انا خلصت الفيديو، وشوفوا بقى انا هعمل ايه وهحط ايه، يعني تابعوني برضو واشوفكم الفيديوهات الجايه. لو عجبكم المشتريات روح اشتري زيها واعملي لي اشتراك لو انت عايز تشوفيني تاني، ولو عجبك الحاجات بقى اعملي لي لايك. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ وتابعيني في الفيديوهات الجاية. يلا باي باي.